النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا قال للصحابة رضي الله عنهم: بادروا بالأعمال، اعملوا، أكثروا من عمل الصالح، لا تنتظروا، لا تتأخروا، لا تبردوا، تحركوا. يخاف الرسول على أمته، يخاف على هذه الأمة، يخاف على دينه، يخاف على أصحابه. ما يريدهم خلص الإسلام جاء وكمل وكل شيء خلاص تمام، اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الصحابة يكونون خلص انتهى بالراحة. لا، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. سبب يحذرهم يخوفهم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تحركوا، اعملوا، أمامكم فتن مثل الظلام الليل الأسود، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كل هذه الفتن، والتي أقبحها الفتن المغلفة باسم الدين. الدين ما يعمل فتنة بين الناس، الدين جاء ليجمع الناس، الدين جاء ليرحم الناس، الدين جاء ليعيش الناس بالأمن والأمان والسلم والسلام. ما عمر الدين أمر بالتفرقة بين الناس، ولا جاء الدين ليكون سببا للفتنة بين الناس، لكن يغلفون الفتنة بعنوان الدين ويمشون بين الناس بالفتنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني حقيقة أمر أهل الفتن، حقيقتهم، أمرهم، ابحث ستجد أن حقيقة الفتنة وراءها دنيا ليس الدين، وإن تكلم أصحابها بأنهم أهل دين، وإن زعموا أنهم غير على الدين، وإن كذب في كذب، وإن جاءوا بالأحاديث والآيات ورتبوها بطريقة، عمر الدين ما جاء ليفرق بين الناس وليكون سببا في الفتنة والدماء والقتل والسب والشتم أبدا. حقيقة الأمر دنيوي، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بقليل من الدنيا تشتري هذا ثم تقول له اعمل الفتنة. وهكذا عمل اليهود أول ما بدأت الفتن بين المسلمين، كان اليهود يشترون من خلال المنافقين، يشترون ذممهم بعرض من الدنيا، وهؤلاء يبثون الفتنة بين الناس. حتى زماننا هذا، ابحثوا في أي فتنة ستجدون وراءها عرض من الدنيا. هذا السر كشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا إلى الفتن الكبيرة في الأمة، تعالوا إلى بيوتكم وانظروا إلى الفتن داخل البيت الواحد، ابحثوا عنها، والله ما ترون وراءها إلا دنيا. والفتنة أشد من القتل. نعم.